بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر هذه المؤسسة هذه تاع أوبن اللي وفرت هذا المنتوج اللي راح يزيد في دعم في السوق الجزائرية، وراح تكون في متناول جميع المواطنين. يعني يكون أي مواطن يقدر يقتني سيارة، والسوق تاع السيارات راح يهبط، ما يبقاش كيما راهو تحت تصرف السماسرة، دركا راح يهبط. نتمنوا الخير للدولة الجزائرية اللي وفرت هذا الشيء. هذا ماشي غير لا ميزون اوبال، فيها دي ميزون اخرين، بحيث انه المواطن يكون يقدر يعيش في رفاهية في من هذا الجانب. السيارة هي اوبال، هذه جراند لاين، ندير دوموند جراند لاين. الاسعار فهي جد معقولة. تاثر سي نورمال، تاثر على السوق الجزائرية بطبيعة الحال، ويبقاو السيارات المستعملة ياخذوا المستوى تاعهم والقيمة تاعهم الحقيقية في السوق، وهذو ياخذوا القيمة تاعهم الحقيقية. مش درك احنا نروحوا للسوق نلقاو سيارة ما عندها حتى معنى، طالعة في السوق طالعة بأسعار باهظة. السوق هذا يتحكموا فيه واحد الناس اللي ما عندهم حتى معنى، والحمد لله.